فخامة الرئيس ميشيل سليمان رجع لرئاسة الجمهورية صفة الفخامة. بكرة ب 25 أيار رح يترك قصر بعبدة، وأكيد بده يسكن بيته، بس بالواقع هو صار ساكن بكل بيت لبناني، بكل ضمير لبناني. الرئيس سليمان سجل اسمه بالتاريخ لأنه كان على مستوى الحاضر الصعب، ولأنه حطنا على طريق المستقبل اللي بدنا إياه لهالبلد. بعهده بالواقع رجعوا كل اللبنانيين يفتخروا برئيسه. رجعنا كلنا نقول والله عنا رئيس أبضاي حكيم آدمي ونظيف. ما عادت الرئاسة وجاهة، ولكن صار لها وهج. ما عادت الرئاسة ولا طعم ولا لون، رجعت بلون العلم اللبناني. ميشيل سليمان رجع الرئاسة حكم بس يكون في خلاف وطني، وكان أب وما زال جامع بس تكون العائلة متفرعة، وحار الصلب بس يكون في انتهاك للسيادة أو لسلطة الدولة أو للثوابت الوطنية. يمكن صورة الرئيس سليمان ما بقى رح تكون معلقة بالدوائر الرسمية، بس الصورة اللي رسمها بمواقفه ومبادئه رح تكون هي الإطار يلي لازم تنحط في صورة أي رئيس جاي على البلد، لأنه ما بقى لازم نقبل أقل من هيك بقصر بعبدة. رجعنا يا أساتذة. شكرا لدولة الرئيس فريد مكاري على هذه الشهادة. بدي أرجع لعندك أستاذ أحمد، كمان في إصرار أنه الرئيس كان رئيس مختلف، ما كان عهد عادي، ما كان رئيس من هالرؤساء اللي مروا، لبل رئيس تاريخي رئيس ميشيل سليمان. في مبالغة بذلك بتشوف أو لا فعلا رئيس مختلف؟ شوفي ست بولا، نحن الحقيقة بدأنا بهذه الحلقة وهيك بشيء من المسؤولية، عشان هيك حاولنا نحط ظروف الرئاسة. كنا عم نحكي آخر فترة آخر كلام عن الرئيس التوافقي. الواقع المركب إلى الواقع الطبيعي. في مهمة رئاسية، إحدى مهام رئيس الجمهورية، هي أنه رمز للوحدة الوطنية، وأنا بتقديري هذه أعلى مرتبة أعطيت لفرد في لبنان. أن تكون بشخصك رمزا للوحدة الوطنية، فبالتالي أي اختلال في هذه الشخصية هو اختلال في الشخصية الوطنية. اللي عم يصير بالبلد هو أنه في نوع من أن تبقى الأمور مركبة، يعني اخترعنا الثلث المعطل وبدأنا نشتغل على فن التعطيل من مرحلة إلى مرحلة. أهمية الرئيس سليمان أنه كان في هذه المفاصل جامعا، يعني وقت اللي صار موضوع العزل السياسي وإسقاط الحكومة تصرف كرئيس دولة، بمعنى حافظ على الوحدة الوطنية بصرف النظر عن أناته باللي صار أو عدم أناته باللي صار. حافظ لأول مرة، نحن منذ اتفاق الطائف حتى الآن ما بيكون عمل الرئيس هو الاشتباك مع رئيس الحكومة. مش بدنا نتخبى، كانت المهم ليه؟ لأنه كانت رئاسة الجمهورية مش ببعضها، كانت رئاسة الجمهورية بأصل المهاجرين، فلذلك كان عندنا رئيسين حكومة في لبنان، رئيس حكومة ماروني ورئيس حكومة سني، يذبحوا بعضهم خلال السنوات كلها. ميزة الرئيس سليمان أنه أرسى هذه الثقافة الجديدة اللي هي تعاون مع أربع رؤساء حكومات بصرف النظر عن التوازنات أو عن تشكيل حكومات. أن يكون لدينا الآن رئيسا محترما مثل ما قال، معناته أصبح لدينا رئيسا. ما يدور الآن من نزاع، خلينا ناخذ الصراع الحاد بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، على ماذا يقتتلون؟ يقتتلون على منصب رئاسة الجمهورية الذي عاد منصبا لرئاسة الجمهورية. يعني الآن نحن لدينا رئاسة الجمهورية بالبلد، وقت اللي رحنا على الدوحة وركبنا وحطينا شرط أساسي أنه منعطي حق النقد للتلت زائد واحد وجبناها مركبة، عم نستلم الآن رئاسة الجمهورية مكتملة العناصر. وبالتالي تصرف الرئيس، تصرف بمدرسة جديدة من أصول الصلاحيات التي أعطيت له. أطلق مبادرة بموضوع البيئة، أطلق إعلان بعبدة بصرف النظر عن رأي هذا وذاك، بإعلان بعبدة هو مسألة التفكير بمستقبل البلد.
وأعتقد بأن هذه الحكومة التي شكلت أخيرا هي حكومة حيادية عن النزاع مع إسرائيل اللي ضمنه 1701، وحكومة حيادية عن اللهيب السوري. حكومة ألين بعبدة يعني. حكومة ألين بعبدة مثل العادة نحن رغم أنه جزء منا يعني يقاتل بسوريا، ورغم أنه ما في شيء من مكوناتها فيه بالحياد، وبصرف النظر أنه نحن لا نزال أعداء لإسرائيل، ولكن عندنا 11,000 جندي دولي بال 1701 عاملين هذا البفرزون بيننا وبينه. إذا رئيس الجمهورية الآن أنتج رئاسة الجمهورية وهي محط أنظار كل اللبنانيين. طيب بدي أفتح هون هلالين، إذا كان فعلا صار عندنا رئيسة جمهورية، صار في منصب مهم عطى قيمة لهذه الكرسي، الكل يعني تقريبا يجمع أنه رايحين إلى الشغور أو إلى الفراغ. أستاذ نقولة هذا رأيك كمان يمكن بتوافق في شبه استحالة أنه يتم انتخاب بالثلاث أيام الباقيين، ما هيك؟ يعني طبعا المعطيات حتى الآن لا تشير إلى هيك إلى تفاهم على رئيس. ماذا يعني هذا الشغور؟ شو يعني فتنا بفترة الفراغ؟ كيف تتوقع أنها تكون بخبرتك وبمتابعتك للأوضاع اللبنانية؟ يمكن لسوء الحظ أنه بلشنا نتعود دائما على فكرة الشغور بالرئيس الجمهورية، جربناها بال 88 وال 2007، وهالمره شفناها اسهل بكثير مما مرت في الفتره الماضيه، يعني بال 88 ما كانت هينه، وبال 2007 يعني رح اعطي مقارنه بسيطه شوي، انه على الاقل كيف تعاطى الخارج معنا، الخارج سواء كان العربي او الغربي، مع مرحله المهله الدستوريه لانتخاب الرئيس. اذا بنتذكر بال 88 قبل نهايه ولايه الرئيس جميل، ريتشارد ميرفي نفسه اجى الى لبنان وذهب وقابل الرئيس الاسد الاب، وحتى تفاهم معه على اسم الانتخاب الرئيس خيل الظاهر، وطرح وقت الشعار الذي اثار التباس الفوضى او عدم الفوضى. كان التدخل في ذروته، وايضا جون كيلي السفير الامريكي فيما بعد ذهب الى البطريرك سفير وطلب لائحه، كلها كان في مرحله المهله الدستوريه، كان في اندفاع غربيه وخصوصا امريكيه لعدم شغور الرئاسي وبالتالي لتأمين انتقال من رئيس إلى رئيس، ومع ذلك فشل هذا المسعى بال 2007. بس كان في زخم دولي بكل معنى الكلمة وشدنا يعني اليوم مش شايف كمان لا بال 2007 دولي. كمان كان زخم مماثل، ما ننسى برنار كوشنير، ما ننسى جون كلود كوسران، ما ننسى أيضا اليوم عندك إيمانويل بون، وعندك مرفي الأول 58 ديفيد هيل ناشط جدا، إيمانويل بون عم بيلعبوا، هولاند عم بتلفن لبعض الشخصيات اللبنانية شخصيا يحكي ما عم بيلعبوا الدور اللي لعبوه بال 2007. بال 2007 برنار كوشنير يعني أكثر من مرة واثنين وثلاثة أتى إلى بيروت وأجرى اتصالات مع الجميع، أيضا جون كلود كوسران وغيان كلود غيان مستشار الرئيس الفرنسي ايضا اجى وذهبوا الى البطريرك سفير مجددا وطلبوا لائحه وتوسلوا اذا بدك للبطريرك، انه رغم رفضه لانه جرب مرحله 88 واصروا انه كلمتك سيصغى اليها، ومع ذلك اخفق. اليوم ما حدا لا عم يحكي مع بكركي في هذا الامر، ولا في اي موفد غربي عم بيلعب دور، فقط عم بيقولوا شو الموقف الغربي كله سوا، كان امم متحده او الامريكي او الفرنسي او اي موقف اوروبي اخر، أجروا الانتخابات في المهلة الدستورية، بس ما حدا عم بيمارس ضغط على الأطراف من أجل انتخاب الرئيس. عم بيقولوا لهم يمكن هذا الشعار عم بيبين كأنه محبب إلنا، أنتوا اللبنانيين اختاروا الرئيس. هن بيعرفوا أنه عم بيجربونا وبيعرفونا. الانقسام اللبناني اليوم أكثر من أي وقت مضى لا يسمح بانتخاب رئيس إذا كان القرار موجود عند اللبنانيين بسبب ارتباط كل الأطراف بخارج ما. لذلك برجع للفكرة الأساسية، عم نتعود على الشغور. هلأ ما بعد الشغور ماذا يعني؟ أنا بخشى شغلة صغيرة، أنه أن ننتقل من مرحلة وجود منصب رئيس الجمهورية إلى مرحلة إدارة الرئاسة كجزء من عمل تنفيذي، يعني من خلال حكومة الرئيس تمام سلام، أنه نستعيد عن منصب الرئاسة. ما بتعتقد أوحى بذلك الرئيس تمام سلام أنه في عمل مؤسساتي يستمر؟ الكلام أنه ما في فراغ، في شغور، وكأنه أشطف زوم يعني بين هلالين وأسهل للبلع، يعني كأن في تهيئة لهذه الفكرة. أولا الرئيس سلام بيتمنى ما يحمل هذا العبء، لأنه هذا العبء ثقيل عليه لسبب بسيط، هذا ستثير فيما بعد إشكاليات كتير أساسية وخصوصا دستورية أكثر منها سياسية. أي قرار بدأ تاخده حكومة الرئيس سلام بصفتها مجلس الوزراء مجتمعا تولى صلاحيات الرئيس بده موافقة 24 وزير،
فبالتالي بدنا نوصل لوقت ما تعود قادرة هذه الحكومة على الاجتماع. إذا نظرنا أيضا إلى إلى الإيحاءات الصادرة أخيرا بأن المسيحيين لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس النواب للتشريع، إذا هذه المرة رئاسة الجمهورية عم نعطل مجلس النواب بدرجة أولى، ثم مع احتمال تعطيل مجلس الوزراء. كون انه صعب بتعتقد تجمع 24 توقيع يعني؟ طبعا صعب، بس هذه الصلاحيه هيك بدها تذهب يعني، هيك هذا ما تنص عليه الماده 62. لذلك المشكله اللي عم بتصير اليوم انه يعني هذا الامر يعكس الحاجه الملحه الى وجود رئيس، بس الاطراف اللبنانيين ما عم بيعتبروا هذا الامر. ليش؟ لانه اليوم ليس المطلوب الرجل، اليوم المطلوب الوظيفه، اي دور للرئيس المقبل، مش من يكون الرئيس. ما بكفي ان كان ميشيل عون او سمير جعجع او اي شخصيه اخرى، اي ضمانات بيقدمها للتنين. من يملي هذا الدور سريعا؟ موازين القوى بتمليها. لذلك الرئيس سليمان، انا اخشى ان تتكرر تجربه الرئيس سليمان بالرئيس المقبل ايا يكن. ما بكفي يقول انا رئيس قوي ويكتشف نفسه عالق بين 8 و14 بموازين قوى الى علاقه بالخارج، وبالتالي تعطل دوره. فاما يكون رئيس توافقي، اي معطل الدور ومعطل الصلاحيات لأنه بده يراعي الطرفين، أو بده أن يضطر أن يتخذ قرار مع فريق ضد آخر ويتحول إلى 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 مشكلة صدامية مع الأطراف. نعم. طيب اسمحوا لي، في معنا اتصال هاتفي من أستاذ غالب محمصاني. أستاذ غالب، أول شيء بدي أقول لك مساء الخير، بدي أقول لك مبروك، يعني الرئيس عطيك وسام استحقاق، وما في شك أنك تستحق هذا الوسام. أستاذ غالب برأيك، شكرا ست ولا على تهنيتك، وشكرا ذات الوقت هتكرر شكري لفخامة الرئيس على ثقته اللي عبر عنها بهالمنحة. أي رئيس برأيك ماذا سيورث الرئيس سليمان للرئيس المقبل؟ أي إرث رح يترك؟ أنا يعني بالرغم من الصعوبات الكثيرة اللي عانى منها فخامة الرئيس، خصوصا من جراء مظاهر الشلل اللي أطبقت على عمل المؤسسات لمدة طويلة مثل ما بنعرف، مثل تأخيرات غير مألوفة تشكيل الحكومات، ومقاطعة النواب للمجلس وجلساته لأسباب ما لها علاقة بالمصلحة العامة، تمكن فخامة الرئيس من تكريس إنجازات مهمة سوف يذكرها اللبنانيون والتاريخ له، ولا سيما أولا كما قال غبطة البطريرك من شوي بأول البروجرام عندك، أنه المحافظة على كرامة لبنان في الداخل والخارج، بعدين صيانة وحدة لبنان والعيش المشترك، التمسك بالدستور وحمايته والالتزام به في كل المواقف والممارسات بحيث كان خير مؤتمن على هذا الدستور، والعمل المستمر على إرساء حكم القانون والمؤسسات الذي يعلو على الجميع، وكان رجل قانون ومسؤولية بكل امتياز، وكذلك المحافظة على الأمن ولو بحد ليس مثاليا، والسلم الأهلي. وكرس الرئيس، وهذا أيضا من الإنجازات التي سوف تذكر له ويتركها للرئيس الجديد، منهج الحوار، فكان رجل الحوار الامتياز، وتمكن ضمن هذا الإطار من تكريس وإقرار إعلان بعبدة الذي وافق عليه الجميع المتحاورين، والذي كان بالواقع نتيجة اطمئنانهم جميعا إلى شخصه وحكمته، وإن كان البعض قد تنكر له لاحقا. وكذلك كرس فخامة الرئيس منهج الاعتدال والتوازن والانفتاح بين جميع الفئات، فقدم للوطن صورة مشرقة عن الرئيس المستقل وغير منحاز، والذي قام بدور الحكم الوسطي بين الفئات السياسية للمتنازع على كل شيء. نعم. ودل بذلك على إصالة وطيبة جوهره ومعدنه. شكرا لك أستاذ غالب، وخليك معنا دكتور، لأنه بدي تابع بفكرة إعلان بعبدة معك أستاذ أحمد. هذه المسألة البعض يرى أنه يقدر رئيس توافقي إجا بعد أحداث مثل أحداث 7 أيار بتوليفة إقليمية دولية ترجمت في الداخل، يقدر يجي يجمع اللويا جرقة اللبنانية على الطاولة
زعماء الطوائف وياخد توقيعهم على مسألة مهمة مثل حياد لبنان، البعض كان يشوف هيدا حلم أو هيدا إذا بدك القش ممكن نتعلق فيها لننقذ هالبلد. كل مشاكلنا هي يا من تدخل الخارج فينا أو اليوم من تدخلنا يمكن في 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 الخارج في الإقليم وغيره. فما بتعتقد هذا الإنجاز لحاله يعني كبير بالمعادلة اللبنانية؟ وهل له قيمة إذا تنكروا له الأشخاص أم بيبقى هذا التوقيع للزمن للتاريخ ما حدا في يطلع منه؟ شوف ولا نحن أنا من بداية الحلقة عم ماشي باتجاه معين. أنا معتبر الرئيس سليمان مستمر، ولذلك أنا مش بيوارد أنه أتعامل مع فخامة الرئيس لأنه الله يعطيك العافية ومخاطرك وإلى آخره. أول شيء هو هذا الواقع كيف هو يعني؟ هو مستمر في شراكته في مجلس الوزراء في حال وقع الشغور، وبالتالي توقيعه وارد بوزرائه، هو شريك في مجلس الوزراء، وهذا الأمر الأربعة وعشرين على الأقل في إله منهم ثلاثة بصرف النظر عن التوازنات داخل مجلس الوزراء. فيما يخص إعلان بعبدة، إعلان بعبدة هو قرار داخلي يحتاج مثل كل حياد في العالم يحتاج إلى موافقة القوى المحيطة، وبالتالي الحياد السويسري وافقت عليه فرنسا وألمانيا وإيطاليا. اللي اعترض إعلان بعبدة هو المحيط الإقليمي لإعلان بعبدة اللي هو سوريا من جهة وإسرائيل من جهة تانية، لأنه بالأخير لم يكن هناك منذ العام 67 استمرارية للصراع مع إسرائيل أو ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي إلا في لبنان، ولا يزال. بس ولا مرة كان في إرادة داخلية بحياد لبناني قبل ما نطلع للخارج. نعم ولا مرة كانوا زعماء لبنان يقعدوا ويتفقوا ويقولوا هي ولو هو مطلب شعبي جدا وشعبوي جدا. أيوة هي في مراحل متعددة. أنا اللي بدي لك يا ستولا، وخلينا نكون صريحين وبهذه الحلقة ومع أستاذنا ومع حضرتك، لأنه الناس عم تشوفنا والناس محبطة والناس مجروحة والناس يأسانة، وأنا بخاف من اليأس وخصوصا هذا الشباب يائس لدرجة غريبة، واللي لعب لعبة أنه يحرك الشارع لحتى يستفيد من ضغوطات هنا وهناك لعب بالنار. هذا الشارع بس تفيقيه ما بينام بسنوات. أنا اللي بدي أقول لك إياه، لا شغور في موقع رئاسة الجمهورية، هناك انهيار تام للمنظومة السياسية اللبنانية التي تقوم على النظام البرلماني الجمهوري ما لم تؤمن الاستحقاق الرئاسي. لا حكومة ولا مجلس نيابي ولا أي أداء إلا بتحقيق الاستحقاق الرئاسي، مش بال 48 ساعة الماضية، باليوم الذي يلي أو الذي يلي لن يعيش لبنان الفراغ الذي عاشه مع 2008 و2007. هيدا بنقل الكلام اللي كان عم بيقوله حج نقوله انه تعودنا أبداً على الشغل. ابدا ستولا، وبنعمل ادابتيشن، نحن نتعود على كل شيء. نحن الفناه، نعم نحن كمان الفنا انه نقتل بعضنا، بس مين قال انه نحن بعد قبلين نقتل بعضنا؟ مين الفنا انه نشتغل سلاح التعطير واللي هو ابغض الحلال؟ طيب شو حيصير بعد 25 ايام؟ هذا رجل الدوله الذي يخالف القانون بالقانون ما بقى يمشي بلبنان، وكنا عم نحكي وحضرتك كنت عم تحكي من البداية الأرقام حتطلع. اليوم عم يطلع الموظف حضرته بده 200,000 ليرة زيادة، مش عارفين أنه الألف الأساسية اللي عم يقبضها مش موجودة. ما فيك أنت تجي تقولي أنا بدي والله زيادة غلاء معيشة وأصل راتبك كل يوم بيطلع بالصحف أنه الحكومة والدولة ممكن أن لا تعود قادرة على تأمين الرواتب نفسها. بس هيدا بشوف رموز الدولة كيف عايشين كمان. هذا هو سيدتي الذي جمع اللبنانيين على درج المتحف ووحدهم وخلاهم يطلعوا من السلاح ويطلع. الرئيس سليمان ترى عم يترك البلد في لحظة الكل مسؤول عن تعطيل الأداء السياسي إلا هو، وبالتالي أنا بالنسبة لي لا شغور. الشغور وقع في المجلس النيابي في فراغ في إدارة البلاد حسب الدستور، بما نحن نظام جمهوري برلماني. النظام الجمهوري برلماني عنده أزمة، يا بيأمن الاستحقاق لأنه ولاية الرئيس 6 سنوات، وبالتالي هو ملزم كل 6 سنوات أن يضع رئيس. عندما جاءت المادة التي تتحدث جدد لحاله المجلس النيابي تمام 4 سنوات على أساس هذا ألعن، وبالتالي لن يستطيع التجديد لنفسه مرة أخرى. لن يستطيع؟ طبعا لن يستطيع. مين اللي بده يجي قدام جمهوره تعملي فراغ رئاسي وبيجوا النواب؟ عندك شك أنه في تجديد للمجلس النيابي؟ إذا في رئيس جمهورية نعم في تجديد، ما في رئيس جمهورية ما في جلسات. بتوافق على الفكرة حاج؟
لا لا انا برايي انه لا بس بس انا بس ذاهبين لتمديد اخر ظبط لي البوصله ممكن نكون رايحين على بدون رئيس جمهوريه ما في تمديد ممكن نكون رايحين السنه على انتخابات نيابيه لا في رئيس جمهوريه بالاول بعدين بس تمديد. لحظه انا بدي اساله بس لان فهمت لا عليك السؤال الفكره بدك بدنا نظبط السؤال ظبط لي السؤال ظبط لي السؤال في تمديد بدون رئيس جمهوريه على كل حال بتظبط مثل ما بدك في عفوا السؤال هو ماذا يعني ممكن يكون في انتخابات نيابيه حتى لو لم يتم انتخاب رئيس جمهورية أو بوجود رئيس جمهورية بالتأكيد سواء في رئيس أو ما في رئيس ما في انتخابات نيابية في ذلك الموعد أنا هذا الرأي اللي لسبب لسبب بسيط بيقدر المجلس يمدد إذا ما في رئيس طبعاً جمهورية طبعا مدد بيقدر قانونيا بيقدر الآن سياسيا بظل الجو العالي بعتقد يمكن بحجة أكثر هي مسيئة طبعا أنه ليس هناك رئيس كأنك ما بتعرفهم يا أستاذ لا بعرفهم بعرفهم طرتوا مع الطبقة السياسية خذولة هذا الحديث اللي عم تسمعيه من صاحب الغبطة ومن الاخرين والاجتماع اليوم اللي كان ببكركي وانا بعرف انه اللي عم ينحكى جدي حتى القوى اللي مؤيده للانتخاب ما بتقدر تجي على المجلس النيابي وتعتبر الشغور مساله عابره، الشغور في الوفاه او في ظرف ما استقاله الدستور يقول 6 سنوات يعني كل 6 سنوات يجب ان يكون هناك رئيس جمهوريه، ما في انا اعطل رساله رئيس الجمهوريه اليوم بمنتهى الدقه والخطوره لما عم يقول مسألة مساحية تحت الهواء انه ما في انتخابات نيابية ليك حاج بيدفع الشروطة ففيك تشارته انت مبسوط انا فيك تشارته كمان انت مرتاح انا 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 عندي ثقة بالناس عندك ثقة بالناس بس نحن عم نحكي عن طبقة سياسية تجدد لنفسها انت عم تعتبر انه رح يخجلوا وهي مش يعني معول على عامل الخجل عن لديهم انكشفوا انت في مرحلة اعادة بناء شرعية انا لما عم اقول انه اخطر ما اعترض الرئيس ميشيل سليمان في ولايته هو 25 يناير يعني بداية 2011 يوم تكليف الرئيس مياتي صحيح. قعدوا 6 أشهر يدرسوا الوضع نحن في مرحلة اعادة بناء الشرعية في المنطقة كنا احنا وياكي من كم يوم كان صارنا 4 أسابيع مش عم نعرف نتائج الانتخابات بالعراق اليوم في عندك انتخابات بمصر اليوم المجتمع الدولي رجع يحط ايده على الموضوع الليبي مجددا بتونس ايضا نحن في مرحله اعاده بناء الشرعيات هذا الذي تم الاعتراض عليه لا يمكن ان يستهان براي الشعب اللبناني ولا براي الشباب اللبناني ولا يمكن اللي امنوا فخامه الرئيس بهذه وانا اتمنى عليه وانا بعتقد هو حيكون بهذا الاتجاه ان لا يخاطب احد في لبنان في اللحظات الاخيره الا اصحاب الحق في مستقبل لبنان والشباب الشباب هنتوقف مع فاصل مشاهدينا سريع ونعود إلى هذه الحلقة.